مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام المركز الجامعي الطب النفسي ابن رشد. فحسب بعض مصادر توصلت بواحد المعلومة بأن سيدة داخل هذا المركز الجامعي الطب النفسي ابن رشد صفات على رأسها، والآن رجال الأمن راهم حاضرين من أجل المعاينة. الله يدير شي تاوي ديال الخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا المستشفى كيستقبل عدد كبير من الحالات اللي كيكونوا مرض نفسيا، يعني كياخذوا العلاج ديالهم، كياخذوا الدواء، كياخذوا بزاف ديال الأمور، ولكن للأسف هو أن البلايص ما كاينينش. يعني كيجي بنادم والبلايص ما كيكونوش، يعني بنادم كيكون مريض، بنادم كيكون معذب في حياته، عنده بزاف ديال الامراض، ولكن البلاصه ما كايناش داخل هذا المركز هذا. فللاسف توصلنا بمعلومه بان شي سيده صفات على راسها داخل هذا المركز الجامعي الطب النفسي بن رشد اللي هو 36 كيف ما كيعرفوا المغاربه كاملين. هاد السيده شاس الله يرحمها، يعني شوف العلم الله شنو عندها في راسها، شنو واقع عليها، كيفاش حتى فكرات باش تصفيها لراسها داخل هذا المركز. فالله يصبر العائلة ديالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العناصر الأمنية راهم كاينين الداخل من أجل المعاينة ويديروا الإجراءات اللازمة، يعني في انتظار كمال البحث اللي كيديروه، يعني باش يعرفوا شنو اللي خلات السيدة تصفيها لراسها، واش بسبب شي حد، واش بسبب الدواء اللي كتاخد، أو لا ما عطاوهاش الدواء في الوقت. يعني كاينه عده اسئله تطرح. المعلومه اللي عندنا حاليا هو ان السيده صفات على راسها داخل 36 بمدينه الدار البيضاء. رجال الامن راهم بعين المكان، راهم حاضرين كيف ما كتشوفوا، راهم الله يدير شي تاوي ديال الخير. هذا المركز الجامعي للطب النفسي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المعروف ب 36. سيدة صفات على راسها داخل هذا المركز، الله يرحمها ويغفر لها، مريضة مسكينة معذورة، نشوف العلم الله شنو بها. الأسباب والمسببات رجال الأمن غادي يحقوا في الأمر باش يعرفوا شنو كاين بالضبط. هذه هي المعلومة اللي توصلت بها وحاولت على أنني نشاركها معكم. وحسب ما سمعت بأن هذه ماشي أول حالة انتحار، هذه ثاني حالة اللي وقعت داخل المركز الجامعي للطب النفسي ابن رشد. الله يدير شي تاوي ديال الخير، وإن لله وإن إليه راجعون. حتى لهنا غادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله. دعوا مع هذه السيدة، هذه دعوا معها بالرحمة، تبقاو على خير.